منذ بداية حملة تحرير منبج، قامت القيادة العامة لوحدات الحماية السريانية السوتورو بالمشاركة بأعداد هائلة في هذه الحملة، حيث تنتشر قوات السوتورو والمهام الخاصة بين تقاطع منبج وجرابلس، وتتمركز على عدة نقاط حيث تكون فاصلا بين المدينتين. تخلص أبناء هذه القرية من العقوبات التي يفرضها تنظيم داعش الإرهابي على السكان والأملاك حسب ما يقولون، وبسبب وجود خلايا نائمة واستخباراتيين تابعين للتنظيم، داهم فريق المهام الخاصة القرية حيث صادروا الأسلحة وقاموا بتسليم المشبوهين للسوتورو للتحقيق معهم. ويقابل هذه القرية قرية أخرى تابعة لريف جرابلس يحتلها التنظيم، ونادرا ما تكون معاركهم في النهار حيث يشنون هجماتهم ليلا بين هذه التلال، لتبدأ المعارك العنيفة بينهم وبين مقاتلي السوتورو، وهذا لمحاولة التسلل إلى وسط مدينة منبج المحاصرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية. ويحدثنا الحورو أبجر عن أوضاع إحدى النقاط التي تواجه هذه المعارك. وأغلب الأوقات تكون عمليات تسلل للتنظيم داعش في الليل، يحاولوا التقدم أو التسلل هذه المنطقة، مثل ما تشوفون يعني منطقة وديان وعيرة وتلال وبرية وشول، يعني عم يحاولوا التسلل أغلب الأوقات بالليل، لكن الرفاق هون رفاق السوتورو حولونا كلهم جاهزين وعم يصدرون وعم يصير اشتباكات بينهم، اطلاق نار مباشر على اي رصد لاي عمليه تسلل، نصدرهم ونرجع مكان ما اجوا، ما نخليهم نمنعهم باي شكل من الاشكال التقدم نحو هالمناطق هالقرى. تبدا الشمس بالغياب حيث يمنعنا مقاتلو السوتورو من التصوير، ليبداوا بتجهيزاتهم حتى يكونوا على استعداد لخوض المعارك.